اخيرا قعدنا مع بعض لحالنا. مو لحالنا، المحل مليان ناس. ايه من فرحتي فيكي ماني شايف حدا منك. لهالدرجة بتحبني؟ لهالدرجة بموت فيكي. اهلي وافقوا تجيب اهلك وتجوا لعنا. قصدك انت وافقتي؟ وان شاء الله ما انت. وحياتك ما رح تندم. لا تزعل مني فؤاد، بس انا مو ممكن خليك تلمسني قبل كتب الكتاب. حتى كتب الكتاب ما بيكفي، لازم نكون متجوزين. بتعرفي هذا اكثر شيء بيعجبني فيكي، انك طاهره ونقيه ومربايه وكل شيء. امتى بتجيبهم؟ امتى ما بدك. ولو انه قال بابا انه لازم يشوف ابوك قبل ما تجي لعنا لحتى يطمن على مستقبلك. هي بسيطه. موبايلك عم بيرن. العمى شو لحوح الزلمه؟ زلمه ولا ابتهاج؟ بصراحه ابتهاج، بس انا من يوم ورايح خلاص رح انساها. الا هالحكي. اذا حكيت معها هلا بدها تعلقني. خلص بتدق مره مرتين بعدين بتمل وما عاد تدق. بدك تعرف شغله كثير مهمه فؤاد، اني انا بغار كثير، يعني اي حركه هيك ولا هيك. معقولة انا اعمل اي حركه؟ حدا عنده رحاب وبيطلع بغيره. وحياتك لامشي معك مثل المصدر.